لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، جراء القمع الحكومي المتواصل مقتل وإصابة 5 متظاهرين. في القدس العربي، إصابة متظاهرين وعدد من قوات الأمن في مواجهات وسط بغداد. في صحيفة الواشنطن بوست، الدفاع عن السوريين واجب أخلاقي واستراتيجي وحماية لأمن أمريكا. في موقع عربي 21، علماء صينيون اكتشاف سلالتين من كورونا إحداهما أشد فتكا. في العربي الجديد، عشرات القتلى والجرحى بهجوم مسلح على احتفالية دينية بكابل. في صحيفة العرب اللندنية، ساسة الشيعة يخططون لعملية إنقاذ قبل خسارة السلطة في العراق. وفي موقع ألترا عراق، ارتفاع جديد لمؤشر كورونا في العراق وتحذير رسمي من الأوراق النقدية. السلام عليكم. كثيرا ما تطرح التساؤلات من قبل المراقبين للمشهد العراقي حول ماهية الأسباب التي جعلت التظاهرات المصاحبة لثورة تشرين يقتصر خروجها في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وفي معرض إجابتنا عن هذا التساؤل، نتساءل نحن بدورنا، هل طرح السؤال صحيح بالأصل من أن السنة لم يشاركوا في ثورة تشرين؟ إن الجواب يمكن معرفته من خلال التركيز على شباب الثورة وعلى من يدعمون هذه الثورة سواء من داخل العراق أو من خارجه، مقال للكاتب نظير الكندوري في موقع مركز راسام. إن الحالة التي وصل إليها العرب السنة في الوقت الحالي وبعد سنوات طويلة من التعامل السيء معهم من قبل الأحزاب والميليشيات الشيعية التابعة للسلطة الموالية لإيران، جعلت العرب السنة ينقسمون إلى شقين. يمثل الشق الأول منهم السياسيون السنة المشاركون بالعملية السياسية ومن يؤيدهم وينتفع منهم، والذين يقدمون أنفسهم على أنهم أكثر واقعية وبراغماتية ويتعاملون مع الأمر الواقع ومع حقيقة غلبة الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران على المشهد العراقي، وبالتالي فهم اليوم على رضا وقناعة بالفتات الذي يلقى إليهم من سيدهم الإيراني، ويجب عليهم ألا يثوروا أو ينتفضوا ضده لكي لا يخسروا كل شيء. هؤلاء السياسيون والمنتفعون السنة في غالبيتهم من المشاركين بالعملية السياسية، ووصلوا إلى البرلمان والمناصب الحكومية عبر التحالف مع الأحزاب والكتل الشيعية الإيرانية، وبالتالي فإن مصالحهم قد ارتبطت بمصالح هذا النظام وأحزابه، ويرون أن أي تهديد للنظام الحاكم الحالي هو بالمحصلة تهديد لمصالحهم ومكتسباتهم الحزبية والشخصية التي حصلوا عليها. ولأجل هذه الأسباب فإن موقفهم من ثورة تشرين لم يكن مختلفاً كثيراً عن مواقف الأحزاب والميليشيات الشيعية. أما الشق الثاني والذي يمثل عموم الجماهير السنية في العراق، فقد كانت لهم آراء مختلفة في التعامل مع ثورة تشرين، فرغم أنهم جميعا كانت قلوبهم مع الثوار ويتمنون لهم النصر في تظاهراتهم السلمية ضد النظام العراقي، لكن كانت هناك اعتبارات حالت دون مشاركتهم في التظاهرات انطلاقا من مناطقهم، لكن تلك الاعتبارات لم تكن حائلا أمام مشاركتهم في التظاهرات بالمناطق المختلطة، والبعض منهم ذهب إلى ساحات التظاهر في بغداد وبقية المحافظات للمشاركة فيها. تعددت الضربات التي تلقاها الفلسطينيون المقيمون في العراق منذ عام 2003، جديدها حرمان مجموعة منهم من مخصصات سكن كانوا يعتمدون عليها لدفع إيجارات مساكنهم. فقد قضى القرار بحرمان نحو 300 أسرة من معونات السكن، مستهدفا الشريحة الأكثر فقرا وعوزا بين من تبقى أصلا من الفلسطينيين في العراق. رافد جبوري يكتب في عن الفلسطينيين في العراق في صحيفة العربي الجديد.
لم يكن عدد الفلسطينيين المقيمين في العراق كبيراً مقارنة بدول عربية أخرى مجاورة، لكنه انخفض بشدة من حوالي 40,000 قبل الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 إلى أقل من 4,000 حالياً. الأسباب معروفة، فقد تعرضوا في السنوات الأولى للاحتلال لحملات عنف وقتل من ميليشيات استغلت موقفهم المسالم وعدم امتلاكهم قوى مسلحة تدافع عنهم في بلد انهارت فيه الدولة. كانت التهمة جاهزة ضدهم طبعاً، وهي التعاطف مع نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ردد المجرمون والشوفينيون تلك الاتهامات تبريراً لأفعالهم من غير اعتبار لحقيقة أن الغالبية الساحقة من فلسطيني العراق نأت بنفسها وطوال تاريخها عن السياسة العراقية الداخلية، لا بل وحتى لم تنشط فيما بينها التنظيمات الفلسطينية بالدرجة نفسها التي نشطت فيها في دول عربية أخرى. استهدف العنف والقتل العراقيين أيضاً كما هو معلوم، فهرب كثيرون منهم طالبين اللجوء في سوريا والأردن وأبعد من ذلك طبعاً، ولكن أبواب تلك الدول العربية أغلقت أمام الفلسطينيين، فبقيت مجموعة كبيرة منهم عالقة مدة طويلة في الصحراء على الحدود. أصبحت تلك القوى الآن مسيطرة على مجلس النواب العراقي، لتضيف ذلك إلى سيطرتها على الوضع الميداني في عموم العراق عدا إقليم كردستان. وإذا كانت أعوام قتل فلسطيني العراق قد انتهت بتقليص عددهم من 40,000 قبل الاحتلال إلى عشر ذلك الرقم الآن، فقد بدأت في السنوات الأخيرة إجراءات تستهدف خنق المتبقين اقتصادياً، وذلك بحرمانهم من الوسائل الاقتصادية التي لا يستقيم العيش إلا بها. أزمة تشكيل الحكومة العراقية تعود إلى المربع الأول بعد انسحاب محمد توفيق علاوي، وهو ما أعاق سعي الأحزاب الشيعية في تمرير رئيس وزراء منهم، تقرير لصحيفة العرب اللندنية. يعيش العراق مشهدين متناقضين، احتجاجات في الشارع تخوض معركة استعادة الدولة الوطنية وقطع مع مرحلة عراق ما بعد 2003، وخلافات سياسية على اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة يرغب كل طرف في أن تكون على مقاس مصالحه، وتكريس حالة الانقسام المستمرة، فيما يتوق مقتدى الصدر للاستحواذ على الحكومة عبر رئيس وزراء تابع له يحافظ على مناصب تياره في الوزارات العراقية. تأبى الاحتجاجات في العراق أن تهدأ، متحدية الوضع الصحي الحرج بعد انتشار فيروس كورونا والمواجهات العنيفة مع قوات الأمن وتهديدات الميليشيات، مثلما تأبى أزمة تشكيل الحكومة أن تحل. عادت هذه الأزمة إلى المربع الأول بعد انسحاب محمد توفيق علاوي الذي فشل في الحصول على ثقة البرلمان على قائمته الوزارية، وللمرة الأولى منذ تغيير النظام بعد الغزو الأمريكي في 2003 يصعب على الأحزاب الشيعية في العراق تمرير رئيس وزراء منهم، لأن الكتل الأخرى استطاعت إيقافه. ويبدو أن الحلقة الأهم في هذا الخلاف هو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. لا أحد يريد حكومة تابعة لمقتدى الصدر. كشف الموقف الأخير عن معادلة جديدة الخاسر فيها هذه المرة مقتدى الصدر، بينما يرى التحالف الكردي السني نفسه في موقع قوة هذه المرة، في معركة تمت إدارة دفتها بدقة وبنفس يتوقع أن يكون حاضراً في المباحثات التالية لاختيار خليفة علاوي، ما يرشح الساحة العراقية إلى انزياحات سياسية جديدة قد تؤثر في شكل وطبيعة المشهد السياسي في المستقبل. في العراق جرى وعلى نطاق واسع الترويج لأفكار دينية وطائفية غريبة عن المجتمع العراقي، ساهمت إلى حد بعيد في تهديد النسيج الاجتماعي للبلد، وأدت في وقت لاحق إلى فقدان الأمن الوطني.
وكان الحصار الاقتصادي من أكبر وسائل الضغط على الشعب العراقي لإضعاف الروح المعنوية بهدف التمهيد لاحتلاله أولاً، ثم لتنفيذ المخططات المرسومة من خلال الحروب السلوكية المستمرة عليه ثانياً. مقال للكاتب أدهم إبراهيم في صحيفة الزمان العراقية. إن السقوط في حبائل الطائفية المقيتة وتقسيم الشعب إلى مكونات كانت تغذيها قوى ودول معادية ساهمت في خلط الأوراق وإضعاف الجبهة الداخلية لشغلها في معارك جانبية، وقد تم استغلال التنوع العرقي والديني في العراق المتكون من أعراق وطوائف كثيرة ومتشابكة مع بعضها البعض من عرب وكرد وتركمان وأشوريين، وكذلك من سنة وشيعة ومسيحيين وديانات أخرى، وتوظيفها في حرب سلوكية لتهديد أمن واستقرار العراق تحت غطاء التغيير من أجل الديمقراطية والادعاء بتحقيق الحرية لمكونات الشعب العراقي، مستغلين حركات المعارضة في الخارج لإحلالها محل النظام السابق. ثم انتقلت الحرب السلوكية من العراق إلى الدول العربية الواحدة تلو الأخرى لنفس الهدف، وهو إحلال العقائد الدينية والطائفية والعنصرية محل المشاعر الوطنية واستغلال المكونات الاجتماعية لهذا الغرض. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق تم تشكيل مجلس حكم قائم على التقسيمات الطائفية والعرقية، وفي وقت لاحق تم إعداد دستور ملغوم لترسيخ هذه المفاهيم. ثم جرى تعميق الحرب السلوكية والإعلام الموجه إلى الشعب العراقي من خلال الأحزاب والكتل الطائفية. وعي الشباب الثائر في بغداد والناصرية والسماوة والعمارة والنجف وكربلاء وغيرها من المدن المنتفضة قد فاجأ الجميع في إعادة الوعي الوطني من خلال نبذه الطائفية ورفضه الأساليب النفعية الرخيصة في إدارة الحكم، وأعلنوا الثورة على الواقع المتخلف، وبانتفاضتهم الشجاعة هذه وضعوا الأحزاب والكتل الحاكمة على المحاك بعد تماديها في إهمال وتجاهل مطالب الشعب. نشر صحيفة واشنطن بوست تقريراً لمراسليها في إيران كانينغهام ودالتون، وقد بيّنت الصحيفة حول أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على القيادة الإيرانية التي سحقت تحت ضرباته، بعدما كشفت البيانات عن انتشار الفيروس بشكل أوسع مما كشفت عنه الحكومة الإيرانية. الفيروس الذي انتشر في أنحاء إيران مثل ضربة صارخة للقيادة الإيرانية البارزة وحكومتها، وأصاب عدداً من نواب البرلمان و15 مسؤولاً سابقاً وحالياً، وهو ما اعترفت به الحكومة نفسها. ومن بين المصابين نائبة الرئيس ونائب وزير الصحة ومستشار للمؤسسة القضائية. وضرب الفيروس قلب السلطة في إيران، حيث قتل مستشاراً كبيراً لآية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. وقالت الصحيفة إن المعلومات التي جمعت من المستشفيات وقدمتها لها الناشطة الإيرانية المقيمة في بريطانيا نريمان غريب الناقدة للرد الحكومي على انتشار الوباء، وتخشى من إخفاء المعلومات عن الرأي العام. وبناءً على المعلومات القادمة من طهران، قدرت أشلي تويت الباحثة في الأمراض المعدية بمركز دالالانا للصحة العامة بجامعة تورنتو أن الموجة الجديدة من المرض وصلت إلى 28,000 حالة، مضيفة أن الأعداد ربما تتزايد. وقالت إن الممرضين والممرضات الذين اتصلت الصحيفة معهم عبر الهاتف في طهران ومشهد شمال شرق البلاد إن الحالات في تزايد مستمر، هذا بدون ضم المسؤولين البارزين الذين أصابهم المرض، وبما في ذلك العدوى التي تم تشخيصها بناء على التصوير الطبقي. وقال الممرضون والممرضات الذين اتصلت الصحيفة معهم وأكدوا عدم الكشف عن هويتهم إن الممرضين في المستشفيات منعوا من ارتداء الأقنعة الواقية حتى لا يثيروا الفزع بين المرضى، وإن هناك نقصاً في القفازات والأقنعة والمواد الطبية الأخرى الضرورية للوقاية من الفيروس.
ووصف الممرضون وضع النقص في الممرضين والطاقم الطبي الذي يتم نقله ما بين المستشفيات لمواجهة هذه الأزمة. تركيا منذ انطلاق الثورة في سوريا فتحت أبوابها أمام النازحين الهاربين من الاشتباكات وقصف قوات النظام بالقنابل والبراميل المتفجرة وحتى الأسلحة الكيماوية، وهي اليوم تستضيف نحو 4 ملايين من اللاجئين السوريين في جميع أنحاء البلاد. ومنذ اللحظة الأولى هبت الحكومة التركية بكل مؤسساتها لتوفير احتياجات اللاجئين، وأنشأت لهم مخيمات يشار إليها بالبنان، كما أنها استنفرت منظمات المجتمع المدني التركية لتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة إلى اللاجئين. الحكومة التركية دفعت أيضاً ثمناً سياسياً بعد قرار فتح الحدود ودخول هذا العدد الكبير من النازحين إلى الأراضي التركية، واستضافتهم في كافة مدن البلاد في ظل الحملات التي شنتها المعارضة ووسائل الإعلام الموالية للنظام السوري وروسيا وإيران لإثارة الكراهية والمشاعر العنصرية وتحريض الشارع التركي ضد اللاجئين وسياسات الحكومة المتعلقة بالملف السوري لأغراض انتخابية أحياناً ولدوافع طائفية أو أيديولوجية أحياناً أخرى. إلا أن لب المشكلة في ملف اللاجئين ليس هذا أو ذاك، لأن تركيا تستطيع أن تتحمل أعباء اللاجئين، كما أن الحكومة مستعدة لدفع ثمن سياسي في مقابل موقفها الإنساني المشرف، بل إن المشكلة الكبرى والخطيرة هي خطة التطهير العرقي في مناطق شمال سوريا وإفراغ تلك المناطق من سكانها. ولإفشال هذه الخطة تسعى تركيا إلى إقامة مناطق آمنة شمال سوريا ليبقى سكانها في مدنهم وقراهم، كما تحاول أن تحمي محافظة إدلب كي لا تسيطر عليها قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران بدعم القوات الروسية، لأن سيطرة النظام على المحافظة سيؤدي حتماً إلى نزوح ملايين أخرى نحو الأراضي التركية، وسيسهم في تطبيق خطة التغيير الديموغرافي. فتح الحدود فضح المعارضة التركية التي كانت تحرض الشارع التركي ضد اللاجئين السوريين وتطالب بطردهم من البلاد، لأنها لم تستطع أن تخفي انزعاجها من نزوح عدد كبير من اللاجئين نحو أوروبا. وبدأت تنتقد هذه الخطوة ليتضح أن ما تريده المعارضة التركية هو طرد اللاجئين السوريين نحو بلادهم وإعادتهم إلى أحضان نظام الأسد السفاح، وليس مجرد خروجهم من البلاد. يشدد مسؤولو الصحة على أن غسل اليدين باستمرار بشكل صحيح أمر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا، ولا يساعد تنظيف اليدين جيداً على قتل الجراثيم فحسب، بل يمكن أيضاً أن يزيل الأوساخ التي قد تتغذى عليها الفيروسات، ويشمل ذلك قبل وأثناء وبعد إعداد أو تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض، وكذلك بعد العطس أو السعال ورعاية شخص مريض، وبالطبع بعد لمس القمامة. ويعد غسل اليدين أفضل من المطهر اليدوي كلما أمكن ذلك، لأن الهلام المعقم غالباً ما يترك وراءه بعض الجراثيم، إذ يمكن للأيدي النظيفة أن تمنع الجراثيم من الانتشار من شخص لآخر ومن خلال مجتمع بأكمله، من منزلك ومكان عملك إلى أماكن رعاية الأطفال والمستشفيات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.